ولمناقشة تداعيات الملف النووي الإيراني ينضم إلينا من واشنطن دكتور صفي الدين حامد، رئيس مركز العلاقات الخارجية الأمريكية. أهلا بكم دكتور. أهلا وسهلا. للتصحيح بس، مركز العلاقات المصرية الأمريكية. نعم، نعتذر عن هذا الخطأ دكتور حامد. ما مدى صحة سيناريو انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني؟ الحقيقة أن في ضغوط شديدة على البيت الأبيض، بالذات طبعا من الحكومة الإسرائيلية، كما رأينا من نتنياهو وزير خارجيته وخلافه. يعني اللوبي الصهيوني كان دائما يعمل حتى منذ وتواجد الرئيس اوباما، اللي هو طبعا ادار هذه الاتفاقيه واوصلها الى النهايه. طبعا المؤسسه الدفاعيه، يعني او وزاره الدفاع الامريكيه، الى الان يعني طبعا في دهاليز، هي ترفض اي تدمير لهذه الاتفاقيه، بل بالعكس. يعني الجنرال ماتس، او يعني وزير الدفاع ماتس، بيعتقد انها يضاف اليها، ممكن يضاف اليها، لكن هو لا يؤيد الغائها او تدمير كل ما يعني تم في السنوات الاخيره. دكتور، ما هي انعكاسات انسحاب واشنطن من الاتفاق، وهل ستؤدي برايكم الى اي مواجهه مباشره مع القوى؟ لا اعتقد ان في مواجهه ممكنه. الرئيس ترامب للاسف كل من يوم وصوله الى البيت الابيض وهو الحقيقه بيقابل يعني مفاجات، ونقدر نقول ضغوط شديده باسباب كثيره. فيكفي ان ده مثلا اول رئيس لامريكا يفقد نصف من عينهم في المناصب العليا، ويمكن اكثر من النصف. دي طبعا كلها قلاقل في إدارة الأزمة أو في إدارة البلاد. الآن طبعا في مشاكل شخصية وقضايا بالنسبة لعلاقته مع روسيا قبل في الحملة الانتخابية، أو في بعض الأشياء اللي هي يعني الشخصية أكثر، كالسيدة اللي بتدعي أن هو أنها تكلمت منه 130 ألف دولار كيعني لإسكاتها عن الكلام عن علاقتهم الشخصية، وأشياء إذا كده. دي كلها بتهز يعني يد الرئيس لما يكون في ضغوط عليه داخليه مثل هذه. لكن نتحدث عن الانعكاسات الخارجيه دكتور. دي بتخليه اقل قوه خارجيا، ولا يدخل في مغامرات، خاصه ان حلفاء الولايات المتحده في اوروبا كلهم ضد التخلي عن هذا. طبعا احنا بنعرف ان يعني يمكن المملكه العربيه السعوديه ودول زي الامارات وخلافه بتشجع هذه الخطوات، لكن في نهايه الامر ايران عندها يعني امكانيات دفاعيه قويه، ولها تحالفات مع روسيا، ولها تحالفات مع تركيا، والحقيقه ان الموقف لا يسمح الان للولايات المتحده انها يعني تدخل في مغامرة عسكرية أخرى، بينما ما زالت العراق مشتعلة إلى حد ما، ما زالت سوريا مشتعلة، الباكستان علاقة. دكتور صفي الدين، بالحديث عن الدور الإيراني في المنطقة، كان هنالك تصريح لبنتاغون عن الممارسات الإيرانية في المنطقة، واعتبرها بنتاغون مؤذية. كيف تقرأ هذا التصريح؟ هو الحقيقة يعني دي ملاحظة جيدة وتعليق جيد، وانا كنت اتمنى ان الدول العربيه تاخذ زمام المبادره وتحاول انها بالطرق الدبلوماسيه اولا تحسن العلاقات مع الجاره اللي هي ايران، واداره حوار متحضر، حوار يؤدي الى تخفيف حده التوتر المستمره. وانا اعتقد ان الدبلوماسيه هي تكون الحل الاحسن بدل التدخل الاجنبي سواء من امريكا او اسرائيل. لكن هناك يعني بالحديث عن تدخل، هناك تدخل ايراني ايضا في منطقتنا العربيه. نعم، ما هو ده ممكن يوضع على طاوله المفاوضات، بحيث ان يقال لايران وممثليها
ان يعني تكف عن هذه المناكفات. نعم. او المحاولات. هو لو نبقى في الاتفاق النووي الايراني، المعذره على المقاطعه لضيق الوقت، كان هناك خطاب اوروبي يبدو نوعا ما هادئ ويسير في اتجاه الابقاء على الاتفاق النووي الايراني، كيف تقرا الموقف الاوروبي؟ اعتقد انه موقف عاقل ومتحفظ، لان اذا يعني العالم اجتمع، او يعني العالم الغربي والقوى الكبرى ومنها روسيا واوروبا وامريكا، اجتمعوا على تقييد المستقبل النووي اللي كان طبعا لايران، اللي كان هيسبب الحقيقه تأزيم لمنطقه الشرق الاوسط اللي هي اوريدي يعني يعني مشتعله اولا، والوجود الاسرائيلي او الوجود النووي في الترسانة الإسرائيلية بيؤكد إن هذه المنطقة منطقة لا تتحمل يعني مواجهات أخرى أو إشعال وزيادة للتوتر. اعتقادي إن هذه كانت بداية جيدة والمفروض إنها تستمر. في هذا السياق، في هذا السياق دكتوري، لأين تتجه الأمور برأيكم في حال انسحاب ترامب من هذا الاتفاق؟ والله هتبقى خسارة كبيرة للمنطقة العربية بالذات، لأن معنى هذا إن كما هددت إيران إنها تنسحب، إذا انسحبت أمريكا هي تنسحب، يبقى معنى هذا إن إحنا نجد إيران مفتوح الأبواب أمامها مرة أخرى لتطوير برنامجها النووي الذي قد يصل إلى حال إلى وضع سلاح نووي، فأنا لا أعتقد إن هذا في صالح البلاد العربية على الإطلاق. شكرا جزيلا لك دكتور صفي الدين حامد، رئيس مركز العلاقات المصرية الأمريكية، كنت معنا عبر الهاتف من واشنطن.